الأرقام مهم جدا. الأرقام هذا رقم واحد، هذا رقم اثنين، هذا رقم ثلاثة، رقم أربعة، رقم خمسة، رقم ستة، رقم سبعة، رقم ثمانية، رقم تسعة، والصفر. عايزين تمرين على اتصال الحروف. باء باء، باء راء، باء نون، وهكذا. الباء باء السنة الأولى، السنة الثانية باء، باء باء مثلا. دايما بنرسم الباء بحيث ان هي اتصالها يبقى رفيع. باء ميم، اسف، باء راء، تمرين على الحروف التي تستقر على السطر والتي تنزل تحت السطر. الباء نون تنزل تحت السطر، باء نون، باء هاء، ممكن تبقى هاء كده. طبعا لو اتزنقنا في مكان او حيط بنرسمها بالشكل ده ويجوز. باء كاف زاوية 45 تقريبا، وارجع بيها الشارة تأخذ هذه الحركة، رسم باء جيم هذه وصلة قوسية، وصلة قوسية أو مقنطرة، ثم جيم هذه مقنطرة، هذه مقوسة، وصلة مقوسة. هذه وصلة نازلة.